يا وقي عبدين شكرا. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. معي في هذه الحلقة إن شاء الله الحلقة المباركة في على طاولة لجنة التحكيم أخي الكريم شيخ محمد يحيى، فأتركه معه. كيف حالك يا شيخ؟ أنت ما شاء الله حفظك متين. عارف سورة العنكبوت؟ ابدأ كده في أول سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشياطين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله شوية يقولوا أمنا وهم لا يفتنون وقفتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الذين صدقوا ولا يهن الكاذبين. بعد الذين أيمنوا السيئات يسبقونهم ساء ما يحكمون. سأله الشيخ محمد ليبدأ من أول سورة العنكبوت فقال ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. كان من الممكن أن يكمل ويقول وهم لا يفتنون، ولكنه معلم وما شاء الله متقن، رجع وقال أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. طيب قل لي كده منيبين إليه واتقوه، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة وأتقوا الشجن نهاردي فأقوا كلهم وكل شيء كل جديد فيهم وإذا بسنة سنة دعوا بوي بلدين ثم إذا أتقامهم إذا فأقوا لهم. فتح الله عليك، بارك الله فيك. إن شاء الله لك جزيل الشكر أن نبهتنا وجعلت فينا مثل هذه الصحوة التي تذكرنا بنعم الله سبحانه وتعالى علينا، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. أكمل. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. أيوة في اثنين أهو، يعني بيقول في موضعين أهو. طيب يلا خش بقى يا شيخ محمد في ال، قول لنا كده، قول الأول إيه؟ وإن تعد نعمة الله لا تحصوها لدعون كفها. اسم السورة إيه؟ سورة إبراهيم. جميل. طيب الموضع الثاني فين؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها في سورة إيه؟ سورة النحل. الله، يعني الرجل عمل مداخلة معايا في الكلام وأنا بتكلم، قلت آية كده عرضا هو مستعد الإجابة على طول، وقال في موضعين كمان. خليني أسألك يا شيخ محمد. طبعا ده لازم يسأل بقى كثيرا حتى نخرج ما عنده. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم كيف تحكموا؟ أعوذ بالله من الشيطان. فين؟ في أكثر من موضع ولا موضع واحد؟ لا أكثر. اديني الموضع الأخير. سورة القلم. الله أكبر، سورة القلم. نعم. طيب الموضع اللي قبله قبل سورة الصافات. الله أكبر، أكمل. ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم أيوة أفلا تذكرون؟ أفلا تذكرون؟ أفلا تذكرون؟ طيب كويس، طيب كويس خلاص. طيب في فما لكم كيف تحكمون في أي سورة؟ فما لكم كيف تحكمون؟ وهم شركاؤكم يحقق مريضهم قل أرجو تبريدهم فأنت تكرمون. وهم شركاؤكم يريد الحق قل أرجو الحق فأنت الحق يحقون لا بد يكفي كيف تحكم صح؟ طيب فصل صح ما شاء الله، مبسوط ما شاء الله ما شاء الله. طيب شيخ محمد معلش احنا نطول الحلقه شويه يا اخوان، يعني لا تسأمونا ولا تملونا لان هذه الحلقه حلقه ماتعه
وما كنت أظن أن مثل هذه الحلقة يعني الشيخ أن يكون متقنا وحافظا وجامعا لمثل هذه المتشابهات. فيعني ممكن الشيخ محمد تديله كمان؟ طيب أنا أسألك سؤال بقى، لو جاوبت عليه تبقى ممتاز ماشي. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ عايز منك موضعين. سورة يونس. سورة الإيش؟ يونس. يونس ماشي. يا سلام. وفين تاني؟ سورة الأنبياء. يا أنبياء. سلام. عارف موضع آخر؟ طيب قول اتفضل. سورة الملك. الملك. طيب. سورة جئت نم. يا سلام. النم. نم. الله أكبر. ثلاثة. طيب أنا طلبت منك موضعين ما شاء الله وأنت جبت أربع مواضع. طيب الموضع اللي في سورة الملك اقرأ كده، ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين، وزيد كمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقول هذا الوعد إن كنتم صادقين. فتح الله عليك. والله يا اخواننا يعني كل الموجودين الحضور اخواننا المصورين والمخرج وكلهم يعني ما تملكوش دموعهم، لان كل واحد لما بيشوف نعمه ربنا على انسان يشعر بالتقصير في حق نفسه، يعني يشعر بالتقصير في حق نفسه اذا ربنا اعطاه الاهليه لشيء معين ولم يعني يجتهد فيه وينبغ فيه كما يعني نرى الأخ الفاضل. فيعني أشكرك شكرا جزيلا والله لقد أحببتك في الله. أحببتك في لله في خلقه شؤون. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى وإبداع آخر ونماذج أخرى تحتذى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله يا حسرة.